ودلوقتي نعمل مع بعض حلو النهاردة آيس كريم مع تشوكلت هوت فادج صوص اللي هنعمله مع سموث دارك تشوكلت. وقطعها قطع صغيرة. وبعدين اجيب مقادير الشوكليت هوت فادج صوص اللي هعمله كلها واحطها مع بعض في الحله. هحط الكوندنس ميلك او الحليب المركز المحلى. هنجيب زبده هنجيب السموث دارك شوكليت هنحطهم كلهم في الباميري ونقلبهم كلهم على النار لحد ما يسيحوا مع بعض ولحد الصوص ما يتخن شوي. أول بقية الزبدة ما تسيح يبقى الشوكولات هوت فاتش صوص بتاعنا جاهز ونقدمه فوق الآيس كريم ونقدمه مع الفواكه اللي بنحبها أو من غير لو ما بنحبش. ممكن دلوقتي أشيله من على النار. المية اللي تحت طبعا لسه سخنة فالشوكولاتة والزبدة هتكمل تسيح. اوكي الصوص كده جاهز خلاص كل الزبدة ساحت واشيله من فوق المية السخنة. هحضر الفراولة واجيب ايس كريم من التلاجة وابتدي اخد من واحط عليهم الهوت فادج صوص.
وبكده نكون خلصنا حلو النهاردة الآيس كريم مع الشوكولات هوت فاتش صوص اللي عملناه مع السموث دارك شوكولات.